اكشن. ده ادمان. وبتبدا الحكايه ان كان في جزء اول وتاني ممكن ترجع ان انت تتفرج عليهم عشان تفهم القصه كلها ماشيه ازاي. ولو انت اتفرجت على الجزء الاول والتاني فنخش في الحوار على طول. وبعد كده بنشوف المعلم ادمان وهو عمال يسقي الزرع وبتاع، وبيكون داخل عليه بروسلي وبيقول له اصلا انت فاكر اخر الجزء التاني لما جيت لك وانا عيل صغير وقلت لي لما تكبر يبقى تعالى، اديني جيت اهو بقيت جامد ومفيش حد اصلا يقدر عليا. فالمعلم ادمان بيقول له طب تعالى حبيبي، وبيقعد كده بيولع سيجاره وبتاع، بيقعد يحتف عليه السجاير وبيختبره وبتاع. وبروسلي بيبقى متفوق، بس المعلم ادمان بيقول له تمام مش بطول، انا بتكلم بسرعه كده ليه. وبعد كده بنروح المدرسه وبنشوف ابن المعلم ادمان بيكون كبر بقى، فكبر يعني الاجزاء اللي فاتت كان صغير كبر اكيد يعني فاهم. وبيبقى فسحه في المدرسه وبتاع، واقف بيتعارك مع واحد وبيمسكه حرفيا بيبهدله. ابن ادمان لازم يبقى جامد. وبعد كده مدرسين بييجوا يفضوا الليله وبتاع، وبياخدوهم على مكتب المدير. وادمان ومراته بيكون وصلوا وبتاع، في نفس الوقت ابو الولد اللي اتضرب بيكون وصل. وادمان بيبقى متضايق من ابنه جدا وبتاع مش عارف ايه، وفي الاخر بيقرر ان هو يعزم ابو الولد والولد على العشاء عشان يصالحهم. وبالليل بنشوفهم هما بيتعشوا مع بعض وبتاع، وابو الولد بيكون جه وبيبقى اسمه سانج. وبعد كده بنشوف سانج وهو بيلعب كونج فو وبتاع، بس بنعرف ان هو بيلعب بطريقه غير قانونيه، وكمان بيبان ان هو فعلا حد محترف جدا. وبعد كده بنشوف تايسون وهو اللي بيبقى الزعيم بتاعه الصاله اللي هي فيها قتالات غير شرعيه وبتاع. وبنشوف المدير بتاعه وبتاع بيساله بيقول له انت عملت ايه في المدرسه اللي احنا بنتكلم فيها وبتاع، فقال له اديني بس شهر وانا ايه هظبط لك الدنيا. فتايسون بيتعصب عليه وبيقول له يا اسطى قدامك 2 weeks. وبعد كده بنشوف المعلم ادمان وهو مستني ابنه قدام المدرسه، وهناك بيقابل سانج. سانج بيقول له يا اسطى مش هنلعبوا بقى ماتش ودي كده مع بعضينا ولا ايه؟ فادمان بيقول له معلش يا اسطى بعدين، وبيدي له دواء كده عشان ايه يحط على وش ابنه وبتاع عشان يخلي التعويض تخف بسرعه وكده. وبعد كده بنشوف 3 رجاله تبع عصابه تايسون رايحين على المدرسه اللي فيها ابن ادمان، وبيدخلوا جوه وبتاع وبيضربوا المدير عشان يمضي على عقد بيع المدرسه بالعافيه. بس ادمان بيخش بقى، فادمان دخل فروق عليهم طبعا فاهم. وادمان بيكلم الضابط بعدها وبتاع عشان يجي، وبنشوف الضابط بعد كده هو واقف معاه بيقول له يا اسطى لو حصلت اي حاجه زي ديت كلمني على طول، حاجه خلص لك الدنيا، الشرطه في خدمه الشعب مالك كده. فادمان بيقول له ماشي تمام. وتاني يوم بيروحوا عشان يودوا عيالهم المدرسه وبتاع، فبيلاقوا المدرسه مقفوله كلها من بره بالخشب والسلاسل. فادمان بيروح عشان يخليهم يفتحوها وبتاع، بس العصابه اللي تبع تايسون بتبقى واقفه بعيد وشايفه اللي بيحصل. ولما الليل بيجي بنشوف عصابه داخله على المدرسه ومعاهم بنزين وبتاع، وبيبقوا عايزين يولعوا فيها. فطبعا المعلم ادمان بيظهر بقى فاهم وبيظبطهم كلهم، وفي نفس الوقت سانج بيكون معدي بقى ايه وكتفنا في كتف بعض يا اسطى ونسندلوا الدنيا دي، وفعلا موتوهم حرفيا. انا كنت مستمتع بالمشهد وانا بتفرج بصراحه. وبعد كده بنشوفه هو قاعد مع مراته وبتاع بيقول لها بص انا هتاخر الايام الجايه دي عشان ايه المدرسه فيها قلق وبتاع، وهشتغل فيها ايه حراسه بالليل. فمراته بتقول له واكسه ماشي. وبعد كده بنشوف سانج وهو رايح يبص على مكانه وبتاع عشان عايز يفتحوا مدرسه كونج فو، وبيتكلم مع الست وبتاع بتقول له السعر، بيقول لها طب ماشي هفكر وبتاع، وبيسيبها وبيمشي. وبعد كده بنشوف الضابط بقى وهو رايح لضابط تاني اعلى منه وبيقول له ان المدرسه بقى حريقه وبتاع ومش عارف ايه، فالضابط بيبص له كده بيقول له اطلع بره. وبعد كده بنشوف ادمان وهو قاعد بيحرس المدرسه وبتاع، وبيجي له واحد كده فاهم مدرب كونج فو زميل في المهنه بتاعته يعني وبتاع، بيقول له اصل انا بدور عليك بشمع يا اسطى، انت فين يا اسطى، انت ليه ما قلتناش ان في حراسه للمدرسه نيجي نحرسه يا اسطى. فادمان بيقول له اصل انت قربت تموت اصلا اتكل على الله يعني. وبعد كده بنشوف ناس كتير جايه من العصابه وبتاعه، بيبقى فيهم واحد كان تلميذ للمدرب العجوز دوت صاحب ادمان، والمعلم بيقول له اصل انا ما علمتكش تبقى بلطجي يا اسطى، انت كويس يا اسطى وبتاع. فبيقول له بقول لك ايه بقى سيبنا ناكل عيش يا عم. بيروح جاي المعلم متمطع ومدي، فالولد بيفتح سكينه وبيبقى عايز يضرب المعلم بتاعه وبتاع، فادمان طبعا بيدخل بقى فاهم بيثبته لحد ما الحكومه تيجي. وبعد كده بنشوف المعلم ادمان وهو قاعد مع الضابط وبتاع، بيقول له حوار المدرسه ده ايه الكلام ما تخلصه لنا بقى. فبيقول له الناس التانيه دي الصراحه على الدغري قوي منا وبتاع، فمش عارف اعمل معاهم ايه. فادمان بيقول له بص اتكل على الله يا اسطى. وتاني يوم بنشوف مرات ادمان وهي تعبانه جدا، فبتروح المستشفى وبتاع ومش عارف ايه، وبعد ما بيكشفوا عليها بيقولوا لها ان احتمال كبير يكون عندها ورم خبير. هم حفظنا يا عم. وبعد كده بنروح لسانج وهو عنده ماتش وبتاع، وبعد ما بيخلص الراجل اللي هناك بيقول له اصلا انت تشتغل معانا بقى وبتاع، فبيقول له ماشي تمام وبيوافق. وبعد كده بنشوفه وهو مغطي وشه وبتاع، وبيروح للمعلم اللي هو ابو شعر كبير اللي كان لسه ضارب الولد من شويه بالقلم ده، وبيعدمه العافيه وبيكسر له دراعه. وبعد كده بيجي تليفون لادمان وهو في البيت وبتاع، وبيقولوا له ان المعلم ابو شعر ابيض دوت في المستشفى متجبس وبتاع. ولما بيروح هناك بيعرف ان الحوار دوت تبع الناس اللي هم عايزين يشتروا المدرسه. وبعد كده بنشوف الراجل بتاع تايسون وبتاع وهو بيخطف ابن سانج وابن ادمان، بيقول له تعالى حبيبي اجيب لك شوكولاته وبتاع، فقام بيخطفه. وبيبلغ واحد من طلاب المعلم ادمان بيقول له لو المعلم ادمان ما وصلوش الرساله ديت وما جاليش بص هقلب الدنيا. وفعلا الولد بيطلع على بيت المعلم ادمان وبتاع، بيخبط مراته بتفتح له فين المعلم هنموت كلنا. فبتقول له يا اسطى في المستشفى بقى ما تصدعناش وبتاع، فبيقول له احنا في مشكله بتاع. بتقول له يا ابني اتكل على الله يا ابني اللي فاهم كفيني يا ابني. وفي نفس الوقت المعلم ادمان بيبقى رايح على المدرسه عشان يجيب ابنه، فالمدرسه هناك بتقول له ابنك اتخطف والعصابه هي اللي خطفته، انت هتسيبه ما تسكتلوش. فبيمسك عصابه شبوري كده مش عارف فاهم
بخصومات طويله كده وبيروحوا بيقول لهم يا جدعان انا جيت لكم بنفسي بقى مالكوا فيه. فابنهم بيقول له يا اسطى انت فين الكبير بتاعك وبتاع. فالولد بيبقى تنك قوي كده وبتاع بيقول له بص ابنك في حوزتنا بقى يقعد على ركبك. ففعلا بيقعد على ركبه وبتاع ومش عارف ايه وكده وفي نفس الوقت بيكون سنججه وبيقول لهم يا جدعان انتوا خطفتوا ابني معاه وبتاع. فعشان هو شغال معاهم دلوقتي وبتاع ومش عارف ايه فبيخرجوا ابنه. وبعدها ابنهم بقى الناس اللي هناك دي بتبدا تسخن عليه وبتاع. طبعا ابنهم كالعاده يعني فاهم انت غلبت سوبرمان يا اسطى. وبعدها سنج كده تحس ان ضميره صحي وبتاع وبيجي يقف كتفه في كتف المعلم ابنه وبيعملوا عليهم واحد حفله حرفيا يعني فاهم. الاثنين دول كسبوا جيش وبيفضلوا يعفروا معاهم يعفروا ويضربوا فيهم لحد ما في الاخر الشرطه بتيجي والموضوع بيتفض. بس هم بيقبضوا على الناس بيقبضوا على سنج معاهم. وبعد كده ابنهم بيروح بابنه وبتاع وامه بتبقى قلقانه عليه جدا فبتقول له ايه اللي حصل ده بتعمل ايه. راح جايه متمطعه ومدياله بالقلم راح جاي هو حاضنها ونعم الرجوله يا اسطى. وبعد كده بنشوفه هو مع مراته في المستشفى وبتاع وبيعرفوا ان الورم انتشر في جسمها كله والدكتور بيقول لها ان هي كده قدامها 6 شهور وتتكل على الله عند ربنا بقى فوق. والمعلم ابمان بيبقى متاثر جدا بالموضوع. وبعد كده بنشوف عم تايسون بقى وهو قاعد بص ايه يعني بص غضبان وبيشوف صوره ابمان في الجرايد وبتاع فبيامر الرجاله بتاعته ان هم يقتلوه. وبعد كده بنشوف المعلم ابمان وهو طالع مع مراته من المستشفى وبتاع وبيركب الاسانسير وبيبقى في واحد هناك من البلطجيه اصلا مرقد له فبتقوم بينهم حكايه وبتاع. وطبعا المعلم ايب كالعاده يعني 3 اجزاء عمال يدغدغ في الناس حاجه يدغدغ دلوقتي مش هينفع يعني. وبعد كده ابمان بياخد بعضه وبيروح لتايسون وبيقول له اصلا انت عمال تبعت لي في ناس وبتاع وعمال مرقد لي من ورا لورا اديني جيت لك اهو فانت مالك بقى فيه. قال له بص احنا هنلعب ماتش 3 دقايق ولو فضلت فعلا انت واقف على رجلك ال 3 دقايق دول انا خلاص فاهم اي حاجه انا عايزها منك مش عايزها يا عم واعتبر نفسك انت راجل حر انت طليق. فابمان بيقول له انا كده كده طليق غصب عنك يا اسطى مالك فيه ايه. فبيقول له طب تمام وبيظبط الساعه وبتبدا الحكايه وبيفضلوا يضربوا في بعض وبتاع لحد ما الثلاث دقايق بتخلص وبيبقى مفيش حد فيهم كسبان وابمان بياخد بعضه وبيمشي. وبعد كده بنشوف سانج وهو راجع المكان اللي عايز ياجره تاني وبيكون بالفعل اجره عشان يفتحوا مدرسه تعليم كونغ فو وبيبص في الجرايد وبتاعه وبيشوف صوره المعلم ابمان وهو مكتوب عليه احسن معلم كونغ فو في الصين. فسانج فاهم بيتضايق وبيغير وبتاعه وبيروح للصحفي اللي كتب الخبر ده وبيديله فلوس وبتاعه بيقول له يا اسطى بص انت حتى ايه تروق عليا بقى تقول ان انا احسن من ابمان وبتاعه وفلوس اهيت بقى فاعمل لك ايه ايه. وبيطلب منه كمان ان هو يكتب في الخبر ان هو بيتحدى ابمان. وبعد كده بنرجع لابمان وهو قاعد مع مراته وبتاعه بيقرا الجرايد وبيشوف فعلا خبر ان سانج بيتحدى المعلم ابمان. فبيبص للخبر كده وبيضحك والله يا ابني مش فاضيلك عندي زحمه فاهم. والمعلم ابمان بقى عشان عارف ان مراته هتموت قريب وبتاع فبياخدها بيروق عليها بقى سينما وهزار وضحك ويقرأ كتب بيروق عليها يعني ولا هتموت فاهم. وبعد كده بنشوف في الجرايد ان التحدي اللي ما بين سانج وابمان اتحدد ميعاده. وفي الفتره دي سانج بقى بيبقى خلاص فاهم المدرسه بتاعته كبرت وعنده تلاميذ كتير وبتاع. بس على الجانب الاخر بقى فاهم يعني معلم ابمان مراته بتموت فمش فاضي للكلام ده فاهم الاولويات يا صاحبي. وبعد كده بنشوف الناس كلها وهي قاعده في الصاله وبتاع عشان ميعاد الماتش جه وقدامه 3 ساعات ولسه المعلم ابمان ما جاش اصلا. فابمان بيعمل ايه بيرقص باتشات يا صاحبي مع مراته بيقول لك لا هتموت يا ابني مالك. فالناس في الصاله بقى بتبقى قاعده مستنيه وبتاع مش عارف ايه وكده فبيعلنوا بقى ايه فوز سانجو بتاع. فسانج بقى بيزيد فيها وبيقول لك خايف مني وبتاع. وفي نفس الوقت بتكون مرات المعلم ابمان اغمى عليها وبياخدها على المستشفى. ولما بيودوها المستشفى وبتاع فالدكتوره بتقول له مش هينفع تخرج وبتاع هي لازم تبات هنا عشان حالتها ابتدت تبقى اسوأ من الاول وبتاع. وبيدخل بعدها عشان يطمن عليها وبتاع بتقول له انا عايز اخرج من هنا مش قادر اقعد. لا انت هتقعدي وهتبقي كويسه وبصي انت في المستشفى بقى عشان ايه نخلص من الليله دي. وابمان بقى بيفضل مهتم بيها يروح يعمل لها الاكل في البيت ويوديه لها المستشفى وبتاع وبيفضل كده على فتره لحد ما في مره مرات ابمان وهي في المستشفى بتتعب جدا ولما الدكتوره بتيجي وبتاع بتكشف عليها وكده بتعرف ان خلاص فعلا نهايتها قربت وبتاع. وبعدها بنشوف المعلم ابمان وهو قاعد معاها وبتاع وبتطلب منه ان هم ياخدوا صوره هي وابنها. فبيقول لها بنتي انت تعبانه وبتاع مفيش وبيقعد يعيط وبتاع بس هي بتصر وفعلا في الاخر بياخدها وبيتصوروا كلهم مع بعض. وبعد كده بتقول له يا اسطى كده كده اخر ايامي بقى يوديني على البيت عشان اودعه. وبتقعد تتكلم معاه شويه وتقول له يا اسطى لايف از تو شورت فانت انزل اعمل لايك دلوقتي وانا لسه ما خلصتش. بقولش لك عشان ايه انت فكرني ان انا بخلص لسه في مشهد كمان حضرتك. وفي اخر قعدته مع مراته وبتاع بتقول له يا اسطى انت روح لعب سانج بقى عشان ولا ايه مرمط سمعتك في الشارع فانت لازم تروح تلعبه وتكسبه كمان. قال لا انا ما اتضربتش ولا مره طول الفيلم حاجه ايه عايز ادوات يا يلا بينا. وفعلا بيروح على الصاله عند سانج وبتاع وبيبداوا الماتش بتاعهم وبيفضلوا يضربوا بعض شويه وبصراحه انا مستمتع جدا وانا بتفرج. ولكن لحظه الاستمتاع بتبوظ لما سانج بيفقع عين ابمان. بس ابمان طبعا ما بيفرش معاك الكلام دوت وفعلا بيمسكه يفشخه وهو عينه مغمضه. وابمان بيقول له يا اسطى انا بحب
بحبك وبتاع انت بتعمل معايا كده ليه؟ فسانج في الاخر بيعتذر له وبتاع وبيقول له والله بص انا عارف ان انت قوي وانا دلوقتي بعترف لك ان انت فعلا قوي، انت بقالك 3 اجزاء ما بتتدربش حاجه، انا تهبل يا ابني. وبعد كده مرات المعلم ايبمان بتموت سنه 1960 وايبمان طبعا بيبقى حزين عليها وبتاع، وبعدها بيرجع عشان يفتح المدرسه بتاعته تاني بقى عشان يبدا يخش في حياته العمليه ويلهي نفسه، وبما ان هو فتح المدرسه فمعنى كده بقى ان في جزء رابع، فعشان الجزء الرابع بقى لايك سبسكرايب فعل زر الجرس بتاع مش يعني مش لازم اصحى على نفسي تقطع سلام كات. الفيديو ده على ورقه وقلم احمد فارس وحنجره احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي انا اهو، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.